وأكيد ما تخلى فقراتنا من المبادرات التطوعية، ونبي نتعرف عليه اليوم. هو تطوع تحديدا في السعودية، هل هي يعني ممكن تكون أنشطة عابرة أو ثقافة مجتمع؟ ضيفتنا اليوم متخصصة في إدارة المستشفيات تحديدا، ولكنها في المقابل مهتمة جدا بالجانب التطوعي، ولديها فريق يعتني بالأسر المتعففة وأيضا العمالة. مساء الخير داليا، مشرفتنا. مساء النور، أهلا. بداية داليا، ريت تكلمينا عن نشاط فريقكم وأيضا علاقة التطوع بتخصصك، ومتى بدأت معك هذه العلاقة؟ طيب، بداية أنا ليش تخصصت أصلا إدارة مستشفيات؟ لأنه أقرب تقريبا تخصص يميل للإنسانية. أنا ما أحب الطب وأخاف دائما من الدم، فعشان كذا ما توجهت لمجال الطب، مع أنه هو الطب مرتبط أكثر. التطوع هو تقريبا شغفي ويعني اهتماماتي من ايام المرحلة الثانوية. بعد ما تخرجت من المرحلة الثانوية فكرت انا وزميلاتي انه ليش ما نسوي مبادرة انسانية خيرية. منها جات فكرة لاجلكم، بدأنا نتواصل مع جمعيات ومع جهات، وقدمنا اول مبادرة كانت لنا اللي هي كسوة للايتام بعدد 48 مستفيد ومستفيدة. حلو. بعدها حبينا انه احنا نستمر، ففكرنا ليش ما نستمر يعني، ويعني تكبر اعمالنا. طبعا كان مجالنا في البداية لكل الفئات، ما في فئة محددة. تقريبا قعدنا على هذا المجال سنتين وكنا 20 طالبة فقط. يعني وبعدها بفترة تخصصتوا فقط في مجال واحد، هي خدمة أو تطوع للأسر المتعففة. بالضبط. وأيضا العمالة. بالضبط. ليش اخترتوا هذول الفئتين تحديدا؟ هم الفئة يعني طبعا الأغلى في البداية على قلوبنا. في البداية احنا لما درسنا الحالات اكتشفنا انه في فرق طوعية كمان بتخدم هذه الفئات. يعني مثلا فئة الايتام، فئة مرضى السرطان وغيرهم. فحبينا ان احنا يعني نتوجه لفئة ما في احد يعني ما في احد او من الفرق الطوعية متوجه فيها تماما. فمنها جات فكرة العمالة الوافدة، اللي يعني اللي هي العمال سواء من دادات، من سواقين، عمالة النظافة وغيرهم. كذلك الأسر المتعففة من أصغر صغير فيه إلى أكبر كبير، يعني من عمر الرضيع إلى عمر المسنين والمسنات. فكرة جدا جميلة، بس هذه المهمة أتوقع بالنسبة لكم كبنات جدا صعبة، لأنها تحتاج عمل ميداني. بالضبط. فكيف بتقدروا أنكم توفقوا بين هذا الشيئين؟ طيب، في البداية ما كان في شباب، بس على آخر سنة تقريبا انضموا لنا فريق الشباب وصار بيساعدنا في هذا الموضوع. حلو حلو. طيب، تغير مفهوم التطوع في السعودية برأيك؟ يعني إذا جيتي أو تحول في الفترة الأخيرة لثقافة مجتمع، لما فكرتي أنك تكلمي صديقاتك، الناس المقربين لك، أنهم يجوا معك يشاركوا في هذا الفريق، فريق لأجلكم، هل رحبوا على طول بهذه الفكرة وأصبحت الثقافة ثقافة للمجتمع، ولا كان عندهم لا شايفينها مو شيء مهم أو أولي؟ لا، أكيد الإنسان بطبعه يحب يعطي مهما كان، يعني خصوصا لما انت تنزل للميدان وبتشوف الحالات بتتحمس اكثر انك انت تحاول تعطي اكثر. فهذا الشيء يعني انا اعتبره انه يعني صفه انسانيه موجوده في كل شخص فينا، بس احنا بالتطوع بننميها فقط. هم اكيد يعني شبابنا فيهم الخير. أكيد. بس احنا ايش نسوي عشان نستفز الخير الموجود في شبابنا؟ نحفزهم ونوثق لهم كيف حاجه الناس لهم. كيف نحفزهم؟ نحفزهم مثلا نعطيهم دورات تدريبية. حلو، يعني بتقدموا انت دورات أكيد تدريبية؟ أكيد. بنعطيهم دورات تدريبية للمتطوعين والمتطوعات، بنعطيهم شهادات، بنعطي أوسمة ودروع وغيرها أكيد. وكمان يعني حاولتوا أنكم تطوروا أدواتكم في هذا الفريق، وأفكاركم في هذه المجموعة كانت يعني ما شاء الله تشيل من كل شيء موجود في الفرقة التطوعية. فإيش الأفكار اللي تميزتوا فيها عن الفرقة التطوعية الموجودة؟ السنة اللي فاتت ما اعتبر انه هي كانت مرة تميز، لكن ان شاء الله يعني 1440 حتكون تميز، حنلبي احتياجات الاسر فعلا، يعني مو بس حيكون رحلات ترفيهية بناخذهم لمكان ترفيهي، هلا حنلبي احتياجاتهم اللي هم محتاجينها فعلا على مدار السنة، ونحاول ان احنا نخليهم اسر منتجة في المجتمع بحيث انه يكون في لهم عائد مالي وعائد يعني مفيد لهم خلال السنة، مو بس انه احنا نعطيهم كشيء مؤقت. حلو، يعني عندكم الخطة السنوية انتم حاطينها وبتشتغلوا عليها. اكيد. ايوه. طب ايش اهم المبادرات اللي ممكن انكم تشتغلوا عليها هذه السنة؟ السنة القادمة. احنا للآن ما حددنا بالضبط ايش حيكون توجهنا، لانه ان شاء الله في شهر محرم حننزل للميدان عشان ندرس الحالات ونشوف احتياجاتهم، بعدها نحدد. وهذه السنة في انجازات قريبة او مبادرات تطوعية قريبة راح تكون؟ سنة 1439 اكيد كان في مبادرة ميار الرمضانية، تقريبا كانت لمدة 30 يوم، غطينا فيها كل الفئات. بعدها كان في العيديات للعمال، واخرها كان في العودة للمدارس للأطفال.
أخذناهم لمكان ترفيهي تعليمي وقدمنا لهم الحقائب المدرسية بكامل مستلزماتها. جميل جدا، دائما بنشوف يعني المبادرات التطوعية وأيضا الفرق التطوعية والمتطوعين مهضوم حقهم شوية في السوشيال ميديا، ما بيتكلموا عليهم الناس كثير أو ما بيذكروهم. ممكن هذا يكون عيب من نفس الفرق التطوعية أنهم ما بيصوروا وما بينشروا وما بيحاولوا ينشروا هذه الثقافة بين السوشيال ميديا عشان الناس يعني أكبر مجموعة من الناس تشوفهم وتقتدي فيهم، ولا ما تحسي أنه الناس في الفترة اللي عايشين فيها ما صارت مهتمة بالفرق التطوعية؟ في اهتمام بالفرق التطوعية، ما أقول لا، وأولها يعني أكبر مثال استضافتنا اليوم. لا نحن مهتمين من زمان أكيد، يعني الإعلام مهتم بالفرق التطوعية، لكن إحنا كفريق تطوعي علينا كل اللي علينا إنه إحنا ننشر الخير للناس، لكن برضه أحيانا بنحتاج يعني جهاد دائما إنه إحنا نوصل إحنا إيش بنسوي لأكبر فئة عشان كل الناس تتحمس معنا. ايش الجهات الداعمه اللي حسيتوا انكم محتاجينها او ممكن انكم تحتاجوها، ممكن يشوفونا او يسمعونا ويوفروا لكم كل شيء انتم تحتاجوه؟ الجهات الداعمه الاعلاميه اعتقد في الوقت الحالي سناب شات هو له دور مره كبير، يعني بيوصل كل معلومه وكل شيء تبغيه للكبير وللصغير. صحيح. فالتفاعل من مثلا مشاهير السوشيال ميديا وغيرهم هذا هو يعتبر دعم مره قوي وكبير للفريق وهيحفزنا اكثر. حلو، بس معليش بسالكم سؤال كداليا كانك قائده في هذا الفريق، المبادرات والاشياء اللي بتقدموها للاسر المتعففه وايضا العماله، هل بتكون من دخلكم الشخصي ولا بتكون في شركات ممكن تكون هي سبونسر لكم ممكن تقدم الخير للناس؟ لا، اغلب الاشياء اللي بنقدمها بتتيسر من فاعلين خير، سواء رعاة او فاعل خير بحت، هذا هو الشيء اللي بيخلينا. كذلك احيانا بنحتاج انه احنا من مال من دخلنا الخاص يعني بنوفر يعني، بس الحمد لله ان الشركات في تعاون، اول ما تقولي لها فعل خير الحمد لله بنلاقي منهم تعاون، وكذلك بنقدم لهم شهاده ونشكرهم في السوشيال ميديا عشان يتحمسوا ويتفاعلوا معنا اكثر. طب اكيد مرت عليك مواقف كثيره في هذه الفتره وهذه الفتره من حياتك تحديدا، هل في شيء تغير في شخصيه داليا بعد المواقف اللي مرت فيها او أكيد. في موقف يعني انا اتذكر ممكن كثير من الناس تتذكر تنحط بموقف مستحيل تنساه طول عمره وهذا الموقف ممكن يغير في شخصيتها، فهل في مواقف صارت معك مثل كذا؟ مواقف كثير، لكن في اشياء كثيره تغيرت برضه في شخصيه التطوع، مره يغير لانك بتتعاملي مع ناس من مختلف الجنسيات والاجناس والاعمار. فانا كداليا صرت ما اتخذ قراراتي بسرعه، احاول دائما امسك غضبي مع يعني لما اتواجه مع الناس سواء متطوعين او غيره. فالتطوع بيغير كثير اكيد يعني. اكيد طبعا. الاعمار المتطوعين اللي بيكونوا موجودين معاكم هل عندكم شروط معينه ولا مرحبين بكل الاعمار؟ مرحبين بكل الاعمار وبجميع الاجناس والجنسيات، ما عندنا ابدا تحيز لاي يعني مجال معين، كل اي احد حاب ان هو يقدم الخير يقدر يتابعنا على السوشيال ميديا باذن الله بتاريخ 1/1/1440 حنفتح التسجيل ويقدر يسجل وباذن الله يدخل معانا ويصير يقدم. حلو، يتابعوكم فين؟ فريق لاجلكم، اكيد كثير من الشباب والبنات قاعدين يشوفونا وحابين انهم ينضموا معاكم، ولازم انا كمان اطلع معاكم يوم، لازم تكلميني داليا، بس يتابعوكم فين؟ في السوشيال ميديا، ايش يكتبوا في السوشيال ميديا؟ لو يكتبوا لاجلكم باذن الله راح يطلع لهم سواء تويتر او سناب شات او انستغرام. على طول وما عندكم اي شروط ومرحبين بكل الاعمال. أيوة أكيد. طيب طلاب المدارس والطالبات؟ عندنا طلاب مدارس طالبات. عندكم؟ ايوه، عندنا صغار يجيبوا اخوانهم واخواتهم الصغار يعني عادي، وعندنا امهات واباء. فعلا؟ ما شاء الله، ايوه كلهم. يعني بتلموا العائلة كاملة. بتعرفوهم على مبادرة جدا جميلة بالضبط. وزرع يعني بذرة في الطفل من صغره كيف يحاول أنه يتطوع ويقدم مساعدة بالضبط. والخير للآخرين جدا يعني داليا أنا فخورة فيك اليوم ونتمنى لفريقك كل التوفيق، وإذا احتجت أي مساعدة أكيد أنا موجودة وراح أكون معاكم. وبكذا مشاهدينا انتهت هذه الفقرة، ولكن مكملين حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل.